الله. كابتن هلال مبروك، نتيجة منطقية للي حدث أثناء المباراة. طبعا مبروك للنادي الأهلي طبعا، شوط أول 1-0 نتيجة وأداء، أنت المسيطر، أنت الأفضل، أفضل طول المباراة، أكثر استحواذا، أكثر إيجابية، ضيعت أكثر من فرصة، سجلت هدف، كان ممكن تسجل الهدف الثاني والهدف الثالث. الأهلي وكأنه بيلعب في استاد القاهرة، يعني صحيح. مش ما بيلعبش في استاد رادس، يعني كأن الأجواء اللي حصلت دي كده وحضور الجماهير ويعني لصالح فرقة النادي الأهلي. مباراة رائعة جدا للنادي الأهلي، تكتيك رائع من مستر موسيماني بطريقة اللعب، تغيير طريقة اللعب وتغيير المهام الوظيفية للعيبة من بداية المباراة، أدت الأفضلية لعيبة النادي الأهلي. الترجي النهاردة بعيد تماما عن الأداء، احنا كمان خليناه بعيد كمان بزيادة، مستوانا أفضل بكتير جدا، تحركات في الملعب أفضل بكتير جدا، مسيطرين على نص ملعب. الكلمة اللي قالها كابتن علاء مهيوب من بداية الماتش، قال يعني معركة نص ملعب مين هيسيطر عليها، احنا أفضل دفاعين وأفضل هجومين. صح، يعني أنت النهاردة بتلعب مباراة أنت الأفضل فيها دفاعين وأنت الأفضل فيها هجوميا، تماسك لعيبة النادي الأهلي، الثقة، أنا النهاردة كمان كان في ثقة كبيرة جدا بانت على لعيبة النادي الأهلي في الملعب، النهاردة بتمسك الكرة ما عندكش خوف، ما عندكش قلق، ما عندكش توتر، حتة التوتر ما كانتش موجودة اللي كانت في بعض الأوقات يعني بتبقى موجودة في المباريات اللي خارج ملعبك، النهاردة ما كانتش موجودة. أعتقد إن أنت نقلت لهم التوتر بالظبط، يعني ثقتك الكبيرة تمام ودخولك في الماتش بشكل جيد خلاهم كمان هم يقلقوا منك، انت كنت الافضل في كل شيء، حتى الحاجات الفرديه على المستوى الفردي انت افضل منهم بكتير جدا 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 جدا. مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، مباراه يعني شوط اول جيد بالنسبه لنا. صحيح.